ونستقبل الآن المزيد من التفاصيل والإيضاح عبر سكايب من بيروت دكتور سمير أيوب المتخصص في الشأن الروسي. دكتور سمير، بعد التحية، كيف تقرأ آخر المستجدات بين الجانبين الروسي والأوكراني؟ أهلا وسهلا لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني يبدو الآن من الأوضاع السائدة على الجبهة أن هناك جمود، لا يوجد أي اختراق يمكن أن يؤثر على مجريات الأحداث ويمكن أن يعتبر إنجازا على الجبهات. لا الجيش الأوكراني يستطيع إحداث أي إنجازات أو يستطيع خرق الدفاعات الروسية، ولا الجيش الروسي يبدو أنه الآن بغية القيام بهجوم معاكس. لكن ما يميز الأوضاع أن الجيش الأوكراني يستخدم كل قوته وكل ما لديه من إمكانيات لمحاولة إحداث أي خرق ولم ينجح بذلك. الجانب الروسي الآن فقط هو يدافع، وإذا شعر بأي ضعف على إحدى جبهات القتال يبدو أنه يحاول التقدم وينجح في بعض المناطق، وهذا ما يلاحظ في منطقة كوبيانسك. لكن هذا لا يمكن أن نقول أن الجيش الروسي بدأ بهجوم معاكس. هذه طبعا ما يقوم به الجيش الروسي هو ردات فعل على إخفاقات الجيش الأوكراني. لكن بتقديري في النهاية روسيا لم تصبر كثيرا. يعني إذا ما شعرت بأن الجيش الأوكراني أصبح أضعف من السابق وقد استهلك كل قوته وكل عزيمته، يمكن أن تعد وتشن هجوم معاكس يحقق لها أهداف حتى الآن لم تستطع تحقيقها. أو أنها لكن دكتور سمير، يعني حضرتك كما تفضلت في البداية وصفت هذه المستجدات ويعني آخر التطورات بالجمود، إذن كيف تقرأ التصريحات المتبادلة بين الطرفين؟ يعني يبدو أن كل شخص ينتظر أو يبحث عن نقطة ضعف للطرف الآخر. أولا يعني إذا كنا نقول أن هذا الهدوء هو يمكن أن يكون عن قصد، هذا الهدوء عن قصد لو كان هناك يوجد بحث عن أفق لمفاوضات أو أي مبادرات. الآن لا توجد أي مبادرات ولا أفق لأي حل سلمي، لذلك الطرفين يبدو أنهم ينتظران النقطة الحاسمة والنقطة التي يمكن أن يستطيع من خلالها إحداث أي تغير على الجبهة. الجيش الأوكراني يبدو أنه بدأ بتعويض فشله في الهجوم باستخدام المسيرات وبمهاجمة الأراضي الروسية. الجيش الروسي أولا يرد هذه الهجمات، وخاصة أنها لا تؤثر عليه بشكل كبير بحيث أن تجعله يستنفذ قواه العسكرية. هذا التأثير للهجمات الأوكرانية بالمسيرات هو معنوي ونفسي أكثر مما هو عملي على الأرض. بينما الجيش الروسي في حال يعني شعر بأنه يمكن له أن يستخدم القوة إذا ما استطاع، ويمكن أن يعاود التقدم الهجوم على منطقة خاركوف. يعني لا تزال منطقة خاركوف وجهة نظر الجيش الروسي، وأيضا منطقة الجنوب أوديسا، بحيث المنطقتين يعني أهمية استراتيجية كبيرة في حال أصرت روسيا على الاستمرار في العملية العسكرية وأصرت على إخضاع نظام كييف، لأن السيطرة على خاركوف هذا يعيد الهيبة والقدرة للجيش الروسي، والسيطرة على مدينة أوديسا والوصول إلى مقاطعة دنيبر بتروس في دولة مولدافيا، هذا أيضا يؤمن الطريق إلى هذه المقاطعة الروسية دنيبر بتروس، وأيضا السيطرة على مدينة أوديسا وقطع أي اتصال لأوكرانيا على البحر الأسود. هذا في حال أصرت روسيا على المواصلة يعني المواصلة العملية إذا تعنت نظام كييف. لكن يبدو أن لا المساعدات الغربية ولا قدرة الجيش الأوكراني قادر على التغيير، وروسيا بتقديري يعني هذا تقديري الشخصي ليست الآن بغية توسيع العملية العسكرية. يبدو أن هناك انتظار لدى الطرفين من يصرخ في البداية. هل هناك أي سيناريو ربما يعني يمكننا قراءته في الفترة القادمة؟ نعم، روسيا يمكن أن تخطط كما قلت لتوسيع العملية، لأنه لا توجد مفاوضات. الولايات المتحدة الأمريكية مصرة مع الدول الأوروبية، أي دول الصقور الأوروبية، مستمرة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة. الحديث عن طائرات F-16 والقنابل الأنقودية التي سلمت إلى أوكرانيا، هذا يشير إلى رغبة الغرب بتوسيع العملية
آلية والتصعيد مع روسيا، وروسيا أيضا يمكن أن تحضر نفسها وتحاول التصعيد، لكن رد الروسي بتقديري إذا ما صعد الغرب وتخطى الخطوط الحمر التي تعتبرها روسيا لا يمكن تحملها، بتقديري يمكن أن توسع العملية العسكرية الروسية، وخاصة استخدام طائرات الـ F-16 يمكن أن يؤدي إلى ضرب المطارات التي تنطلق منها، أي المطارات المحيطة بأوكرانيا وليست داخل أوكرانيا. أوكرانيا لا تملك مطارات يمكن أن تؤهلها لانطلاق هذه الطائرات. هذا بحد ذاته يعتبر مشاركة للدول المجاورة لأوكرانيا ومن حق روسيا الرد. إذا نحن الآن أمام إما تصعيد خطير يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة، أو يمكن هذا الجمود يمكن أن تكون يعني مفاوضات من تحت الطاولة أو أي يعني محاولة حتى الآن لم يعلن عنها. إذا الأشهر الثلاثة القادمين بتقديرهم سيشيرون إلى أن العملية هل تتوقف أم أنها سوف تستمر بتصعيد أكثر وبتوسيع أشمل مما يوجد الآن. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور سمير أيوب المتخصص في الشأن الروسي، كنت معنا عبر سكايب من بيروت.